Hem öyle dünya 4-5 milyar sene. İnsan sarılı takriben 400 elf sene. Sevra sinayi belşi kardeşi 200-300 sene. Bu sevra hadra kardeşi 70 sene. الانترنت بلشت بالستينات وانتشرت وصارت بالبيوت بالتسعينات الغابات بتشكل 30% من مساحة البر بالدنيا وكل سنة ما يموت ما يضيع منها 0.11% الإنسان ابن يادم ما يموت ما يهلك أنواع مخلوقات بسرعة كبيرة أسرع بألف مرة من الماضي فاضل الزرع مساحة الزرع ما تنقص كل يوم أكثر من يوم الميات الموجودة بالدنيا بس 2.5% منها حلوة وبتصلح للشرب و70% من هالمي ما نستعملها للزرع 13% من البشر بالدنيا ما عندهم مي نظيفة تيشربوا الدول الصناعية ما تستعمل 45% من هالمي تتنتج طاقة 21% من البشر بالدنيا سمين وبيز أكثر من لازم 12% من البشر بالدنيا ما عندهم طعام أكل غذاء طعام الأكل بالدنيا أم يتقسم بعدالة شي 50% من مساحة البر بالدنيا ما تستعمل للزرع ما نصرف 70 لتر مي لننتج تفاحة وحدة وشي 150 لتر مي منشان فنجان قهوة و40 لتر مي منشان شقفة خبز نصرف شي 1200 لتر مي تننتج ريجة وحدة وشي 2500 لتر مي منشان همبرجر واحد وشي 5000 لتر مي منشان شقفة لحمة أنواع اللي بدور ما تقل بشكل مخيف من 80 سنة كان ما ينزرع أكثر من 300 نوع درة وهلق مضل منه 12 نوع كان ما ينزرع شي 500 نوع ملفوف وهلق مضل غور شي 30 نوع كان في أكثر من 400 نوع بندورة وهلق مضل منه شي 80 نوع القطاع الزراعي ما يلوث الهواء كل سنة 5 مليار طن كربون ديوكسيد بالدنيا كل سنة شي 1.5 مليار غذاء طعام أكل ما يخيس ما يموت كيف ما يلحق من أرضه تيوصل لسفرة البشر معناتها شي 30% من كل شي ما ينزرع بالدنيا ما يخيس ما يروح على الفاضي مثلا كل يوم لخان اسطنبول ما يجي 600 كميون أكل خضرة و70 كميون منه ما ينكب على الشرب شي 50% من البشر بالدنيا ما يعيشوا بالطيور بالريف المزارعين شفتشي الصغار ما يطلعوا ما ينتجوا 80% من أكل ما يتاكل بدول متقدمة كل واحد من 3 زلام ما يشتغل بقطاع الزراعة كل مالنا ما ننتج أكتر بس إسا في جوع بالدنيا ما نعيش أزمة إيكولوجية المشكلة الأساسية إنه نظام الإنتاج مركز لنظام الاستهلاك توكيتين ما ننتج كتير أكتر مالنا احتياج وحتى ما ننتج إشياء ما لازمينا مثلا شو منعرف عن البندورة من وقت اللي كانت بدور تحت فرعت وصارت جوابه لهالسؤال مشان كتير عالم كتير ناس مش هيتش نظام إنتاج الطعام الأكل بهالشكل لم يكفي البشر بالكمية ولا بالجودة الغذائية بس ليجلي وطبعا ما يتفرق بشكل عادل وإذا تفكرنا بالحل لهالأزمة الإيكولوجية اللي الإنسان هو سببها البشر فيكن بيداوه فيكن بيعمروا الإيكو سيستام المفروض بس كيف؟ أولا كل شخص كل إنسان يرجع يهتم ويكون مسؤول من فعله من يوم ليوم ما يكتر عدد الأشخاص اللي يهتموا تيحلوا مشاكل متعلقة بالبيئة بالطبيعة كل يوم ما يطلع طرق يوتامات جديدة إيكولوجية بصايد الطرق الجديدة طبيعة أما تنضر تروبوا المي أما ينسموا أما يتزهروا أما يخيسوا وأما يموتوا
الإنسان موهوب بالعقل بإمكانه يؤثر بالحياة بفعله وتدبيره. خلونا نتفكر ونتقرر، يلا نشلح خطوة متواضعة بحيث ننتج قدر احتياجنا، نعطي لخلف بالشكر أكثر من خدناه. الحياة تحول، دافع عن الحياة. يا شامدون شندر، يا شام الصوت.